يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة: وما هو على الغيب بضنين، ونحن نسمع أن في هذه الآية اختلاف. بضنين بالضاد، ما هو بالضاد، بالضاد، بضنين، بضنين يعني متهم، أو بضنين بخيل لا لم يبلغ من البخل، الظن هو البخل. نعم، ما هو بالظن اللي هو التوهم، الظن البخل. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الظن بالضاد هذا البخل، وأما الظن بالضاد هذا من التوهم والشكوك. نعم.